انضم لنا الآن كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي للحديث عن طاقم التحكيم والحالات التحكيمية اليوم. نورنا كابتن. الله يخليك يا كابتن عامر، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي ابو رحمه، وكابتن احمد. اهلا كابتن. اهلا كابتن ناصر. سريعا كابتن ايمن، بنتكلم على عيسى السيل الحكم السنغالي، بنتكلم على لحلو بن ابراهيم كابتن شريف اللي هو الحكم الفار، وعندنا الحكمين المساعدين، حكم مساعد رقم واحد وحكم مساعد رقم اثنين. المباراه صعبه جدا، الحكم السنغالي خد قرارات كثيره جدا ايجابيه، اعتقد يمكن افضل حكم كابتن ايمن بامانه من الحكام كابتن شريف اللي هم سبقوه، كان حتى دحام بيدا او الحكام اللي هي لعبت ماتش اتحاد العاصمه. السي النهارده قدم مباراه كابتن ايمن، مباراه جيده جدا جدا، خد قرارات لم يتاثر، قرارات شجاعه، عندنا ركله جزاء محتسبه، عندنا حاله طرد مباشره، الاثنين خدهم بدون استدعاء الفار، وده قرار يحسب بيه بامانه. حالات مهمه جدا جدا جدا، وهي اللقطه المهمه عندي يا كابتن، الحاله الدقيقه 92 بالظبط، ركله الجزاء دي احنا عاوزين يعني نقولها نشرحها بشكل جيد، وليه الفار استدعى الحكم فيها بعد ما حكم خد قرار بيلمس. دي اول حاله معانا هنشوفها. نشوف كابتن الحاله اللي هي الاولى معانا اللي هي في الدقيقه 92. هنا يا كابتن، هو هنا الحكم خد القرار يا بلال بمخالفه لمس الكره باليد من وجهه نظره، وحسب فعل مخالفه للنادي الاهلي في هذه الحاله. طب هو السؤال هنا بعد اذنك كابتن، انت قلتها بعد اذن حضرتك، هو دلوقتي هي الكره قبل ما تيجي في ايد اللاعب، خلينا بس الاول لو الموقف ده حصل داخل منطقه الجزاء تمام، وكره جت في رجل لعيب زميلي والمسافه قصيره وجت في ايدي داخل ال 18 تمام، تتحسب ولا لا؟ تمام. هنا بنتكلم في وضع اليد يا كابتن ايمن، ماشي، هل الوضع اليد طبيعي؟ يعني ممكن الكره ترتد من زميل لاعب سان داونز كويس وتروح لزميله. السؤال هل الوضع اليد طبيعي ولا غير طبيعي؟ ده السؤال. بس حضرتك قلت حاجه هنا انا عايز اقولها بس امسك فيها. اتفضل يا كابتن شريف. حضرتك قلت ان الحكم حسب لمسه يد خارج، ماليش دعوه فين، تمام، حسب لمسه يد اقر هو تمام ان في لمسه يد تمام، وبعد ما الفار اللي هو المفروض الفار لو شايف انها ضربه جزاء ما يبعتش يجيبه تمام، على ما اعتقد يعني يدي ضربه جزاء او بعد جابه تمام. لما رجع الراجل راح عامل كده، دي الغلطه الوحيده ليه اللي في الملعب. طيب بص يا كابتن، النهارده دي الغلطه الوحيده تبقى للقانون الحكم، ما هو ده اجابه على السؤال بتاعه، وراح عامل الكره اسقاط تمام. طب تمام، منين انت حسبت دي؟ انت خدت قرار، ومنين جيت حضرتك تلغي القرار؟ تمام، يعني هو سؤال، حتى لو هو حسب ركله جزاء والفار جابه، ما هو ممكن يكون ركله جزاء مش صحيحه يا كابتن بلال، صحيح كابتن شريف، فالفار ما كانش هو يجيبك، يقول لك الفار جايبه عشان يتشوف. ما انا هقول لك، انا هشرح اللعبه يا كابتن شريف وهقول اللي حصل فيها بالظبط. هو هنا خد القرار المخالفه من خارج منطقه الجزاء، وقال ان هنا مخالفه لمس الكره باليد. هنا الفار جابوا ليه يا كابتن ايمن؟ جابوا عشان يقول له حاجه واحده بس، اولا فعلا هي الكره ممكن تكون على الخط، ايوه، ولكن هنا قال له هنا شوف الحاله، هل وضع اليد طبيعي ولا مش طبيعي؟ وبالتالي هو لما راح شاف الحاله، خلي بالك لما شافها شاف ان هنا المخالفه، طالما هو راح شاف بقى، شاف ان هنا الوضع اليد اللاعب طبيعي، وبالتالي هنا مفيش مخالفه ركله جزاء. هنا لابد ان الحكم يرجع كابتن شريف ويلغي المخالفه من الاصل ويعمل الاسقاط، وده كان قرار صحيح من حكم المباراه. 50-50 بقى يا كابتن، انا بالنسبه لي 50-50 يعني قصدك يرجع ال لا انا بالنسبه لي يعني هو كابتن شريف قصده يرجع الهاندبول تاني. لا ده ما فيش، عايز اقول لحضرتك حاجه، اولا ايده بره، قصه بقى ان ايده، لا ده ايده بره وعطلت كوره في باص. بص يا كابتن، يعني ده الكوره وقفت تحت ايده بره كابتن شريف، ده وقف الكوره كابتن شريف، هو لو ايده بره الراجل وقف الكوره. لحظه، الراجل وقف الكوره تحت ايديه. انا عارف قصد الكابتن شريف ايه. ممتاز. لا هو السؤال هنا تاني بعد اذنك كابتن. كابتن بعد اذنك اتفضل. لو الفار ما جابوش مخالفه من بره، بس لحظه اتحسب واتحسبت الهاند بول من بره تمام، واتلعبت وجه منها جول، جول
كابتن احنا قلنا الفار بيتدخل في ركله جزاء او مش ركله جزاء، هذا احنا مش عايزين بس نتفرع، احنا بنتكلم هنا ايه مش هنبول. لو هي من بره يا كابتن شريف، لو هي من بره زي حضرتك قلت كده الفار ما يتدخلش. كابتن هو بعت يقول له الكره مش هندبول، هو بعت يقول له تشيكنج ايه، هو بعت له ليه، هو بعت يقول له ايه، تعالى يا كابتن شوف هنا الكره من جوه بس شوف قرارك بقى هل هي ركله جزاء. يعني انت اللي تاخد القرار، بيدور له على بيدور له على البينالتي. هو هنا الكره هنا جزء منها على الخط، والخط منطقه الجزاء هو ضمن المناطق المحيطه بيها، بس القرار ليه، القرار بقى تيجي تشوف هل هي انت قدرتها في الملعب حسبتها لمسه يد، تعالى شوفها هنا لمسه يد احسبها ركله جزاء. يعني هو الفار جابه عشان كده، عشان كده عشان ياخد القرار، يا تاخد ركله جزاء يا تلغيها خالص. انت معايا يا كابتن ايمن؟ أيوة. وبالتالي هو لما راح شاف ان هنا الوضع اليد طبيعي، وبالتالي هنا مفيش ركله جزاء، وبالتالي قرار طبعا قرار صحيح وقرار من الفار شاطر قوي ان هو جابه، لان ممكن كان الحكم يروح يقول لك هنا ايه المخالفه موجوده ركله جزاء صح بالظبط. انما خلينا نقول اليد هنا كابتن بلال يد في وضع طبيعي، وبالتالي هنا مفيش مخالفه. كابتن كان واقف جنبها، انا اسف بس ده كان واقف جنبها وده لمسه يد، كان واقف جنبها بس من جوه. كابتن من جوه، هي من جوه، انت فاهم قصدي يا كابتن؟ انا كابتن يعني كان واقف جنبها، هو اللي خد الديزيشن مش اي حد. والله العظيم انا فاهم كلامك يا كابتن شريف، بس هو معنى الحكم خد قرار بركله الجزاء، هل النهارده لو هي مش ركله جزاء الفار ما يجيبوش؟ يجيبه، الفار يجي يقول له تعالى شوف دي مش ركله جزاء. الحكم ده من احسن الحكام اللي انا اتفرجت عليه في الفتره بامانه بامانه لهدوءه كمان. بالظبط، هو حكم شاطر جدا، وانا بقول اللعبه ديت فعلا هو كان قرار صحيح، وقرار الفار ان هو يجيبه لان الحاله الكره على خط منطقه الجزاء، وبالتالي هي من جوه. كابتن بلال هو جابه قال له ايه، هي من جوه مش من بره، تاخد قرار باحتساب ركله جزاء دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا، تاخدها انك انت تلغيها برضك دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا، وده كان دور الفار كابتن شريف بامانه. وبحييك طبعا كابتن شريف على انك انت بتتناقش معايا، ليه؟ لان البعض ممكن يسال الاسئله ديت، وبالتالي احنا بنجاوب هنا على الكل. بس هو لما لغى الضربه حره بالنسبه لي لمسه اليد دي ما اقدرش ارجع انا، ما هو ما اقدرش ارجع كابتن لمسه اليد تاني خلاص، ما اقدرش ارجع لمسه اليد. الحاله اللي بعد كده، الحاله بعد كده كابتن، هنا انا بس هقف على المساعد رقم اول الاول يا كابتن بلال، ثلاث حالات انا جايبهم ورا بعض اتكررت اكتر من مره. بالظبط بجد مستوى الحكم يا كابتن بلال، يا كابتن عادل بصراحه يعني عاوز اقول احنا لو حكم درجه ثالثه عندنا في الدوري المصري مش هيغلط الاغلاط دي يا كابتن. ادي اول حاله هنا اشار على التسلل، بتعذر الحكام المصريين يا كابتن. نعم فندم، انت بتعذر الحكام المصريين جدا. لا بجد يعني ثلاث حالات متكرره في صوت واحد، لا يعني حكم صحيح. لابد النهارده ده يتاخد معاه موقف. هو اصلا واقف غلط يا كابتن. هو واقف غلط ومش مفيش تركيز ومفيش ربط كويس قوي ما بين لحظه اللعب والموقف. ادي اول حاله عندنا هنا مفيش تسلل طبعا لاعب النادي الاهلي سليم، نشوف الحاله بعد كده. ودي الحاله اللي هقف عندها كابتن اسامه، خلي بالك حاله غريبه جدا هنا برضك مفيش تسلل. بس يا كابتن لو دي كانت جت جون الفار كان هيديها له كابتن، ده رفع. ما هو المشكله يا كابتن اسامه، طالما انت عملت الديلي بالظبط، هو هنا عمل ديلي الاول، بيرسي تاو راح وشاط جت في العارضه راح رافع. كانت لما ردت من العارضه راحت لعب الاهلي، استنى المفروض تستنى ان الهجمه كلها تنتهي بلال عادل وانت ارفع. بس يا كابتن ناصر انا اقصد لو كانت جت جون الفار كان هيديها له جون. كابتن اسامه لو الفار جاب لو راحت مباشره من بيرسي تاو جون كان الفار هيدي جون. ولكن احنا بنتكلم على هجمه لسه ما انتهتش، استمراريه الهجمه جت في العارضه وراح لعبها، هو وقفها بقى راح موقف هنا راح رافع. وقف الحكم المفروض يستنى لما اللعبه تنتهي. دي تاني حاله كابتن ايمن للحكم سعد. اللي بعديها نفس الشيء، ده غريب. ثلاث حالات بصراحه حكم سعد مستواه يمكن كان اضعف واحد النهارده في المباراه تحكيميا، كان الحكم سعد الرقم. كان في واحده في الشوط الثاني كمان، كانت الشوط الثاني كانت عند مساعد الثاني، عند مساعد الثاني. بعد كده الحاله اللي جايه نشوفها، وهنا طبعا لو حد يفتكر ركله الجزاء اللي احنا قلنا عليها كابتن بتاعه كهربا، فاكر يا كابتن عادل؟ هي دي مظبوط، يعني ده طلع ما خدش الكره من لم ينجح وارتكب مخالفه باهمال، وهنا الحكم كان قراره سريع يا كابتن عادل، خد القرار بركله جزاء ما سالش الفار عشان كان قريب منها كابتن. ما هو تاني كان قريب منها الحكم اللي فات هي بتاعت كهربا مع حارس المرمى، يمكن دي اختها، بس حارس المرمى هنا ايده فوق في الوجه والتاني كان واخد الارقام. طبعا هنا ركله جزاء صحيحه لم ينجح الحارس، والكره كابتن بلد ما زالت في اللعب، خلي بالك يعني ما خرجتش بره، وكان القرار كان قرار صحيح وتاكيد الفار على القرار. دي الحاله اللي معانا. بعد كده نشوف الحاله اللي جايه، وهنا لعبه جميله جدا جدا لو معانا الماتيريال نشوف. هنا في لمس من الشناوي كابتن عادل، لمس الكوره لمسها مباشره
ثم هنا اللاعب حتى حاطط رجليه كابتن ايمن، هو رايح بحاطط رجليه وحصل السكوت اللي هو موجود، يعني استمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم. بقول لك النهارده اختبارات صعبه كتيره جدا للحكم السنغالي، نجح فيها بشكل جيد يا كابتن شريف. هنا لا توجد ركله جزاء على الشناوي لان هو نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا نشوف الرجل الشمال هي رايحه هي اللي عامله المخالفه. الحاله بعد كده وده اللي احنا قلناه، هنا قلنا هنا اللعب العنيف، وشوف هنا القرار خدوه كابتن بلال يا كابتن اسامه في الملعب وبسرعه، تفاصيله كانت عنده. ممكن نشوف حكم تاني للاسف هيستنى الفار يروح يدي انذار، الفار يجيبه يدي طرد، ولكن هو خد القرار مباشره. هنا ده اسمه لعب عنيف، ستارز رايح في الركبه، وبالتالي كان قراره صحيح في هذه الحاله. يمكن دي اخر حاجه كانت معانا، ولكن بشكل عام كانت النهارده كابتن بلال كابتن اسامه حكم سنغالي ادى مباراه جيده يعني هارد، لكن الاهلي النهارده مش محظوظ يعني الشوط الاولاني 3-0 يعني بالقليل، ولكن ان شاء الله يعوض في المباريات القادمه كابتن ايمن. ودي كانت اخر حاجه معانا في المباراه.